إيهاب الخطيب رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن. أستاذ إيهاب مساء الخير. مساء الخير يا زعمر، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. هل هذا القرار قرار مجلس الوزراء فعلا يعني أرضى جميع الأطراف؟ طبعا هو قرار أرضى لجميع الأطراف مؤقتا، لأن احنا عندنا شقين، شق رياضي وشق جنائي. أولا لما بتحصل حاجة زي كده بنفصل بين الشقين. الشق الرياضي مجلس الوزراء أكد بعودة الدوري، والدوري بعد الأربعين يعني هيبدأ من 21 مارس وفقا لهذا الكلام، وتم تشكيل لجنة ثلاثية من وزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصري. أما على الجانب الجنائي ففي تحقيقات نيابة هي اللي هتقرر مين الجاني. ده فيما يتعلق بضحايا أحداث مباراة الزمالك وإنبي. بالضبط. طيب يعني هل قرارات المحكمة، النيابة، هل هتأثر على يعني النية بعودة استئناف مباريات الدوري؟ لا، هي لا علاقة. وعندنا مثل في حادثة بورسعيد طبعا اللي هي لسه ما زالت في القضاء، والدوري رجع موسمين بعد كده، ده الموسم الثاني بعد عودته من مذبحة بورسعيد. وبالتالي هما الطرفين مختلفين تماما زي ما بقول حضرتك، كل واحد شق لوحده، وبناء عليه هيتم اجتماع اللجنة الثلاثية، تبدأ اجتماعاتها في الفترة الجاية، وهيتم وضع جدول مضغوط جديد. الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات هيبدأ يضعه من يوم 21 وليوم 20، يعني السبب المعلن اللي هو هيكون الحداد انتهى 40 يوما، ولكن أكيد السبب الرئيسي هو المؤتمر الاقتصادي من يوم 13 ل 15 مارس. بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي شوية هيكون فيه بعض الأمور، ولكن أيضا عودة الدوري هتعود مع المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المزمع إقامتها في 23 و24 مارس. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ إيهاب الخطيب رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن.